البحث على التوغل من جديد، توزيعه على مستوى القائم الثاني، والهدف الهدف بالنسبة لهيثم الجويني. هيثم الجويني بعد سلسلة من التوزيعات والركنيات يتمكن الترجي من التسجيل والإمضاء لهيثم الجويني اللي سجل آخر هدف للترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب. بعد فرصة أولى لإيهاب المساكني تتواصل الهجمات من الجهة اليسرى، الكرة توصل على مستوى القائم الثاني لهيثم الجويني، وهيثم الجويني يضع الكرة بعيدة على الحارس دافيد جوما بعد توزيعة يسارية من محمد إيهاب المساكني والترجي تقريبا في الوقت البديل للشوط الأول. يسجل